انطلقت نهائيات كأس العالم أول مرة عام 1930 في أوروغواي، وفاز بها أصحاب الأرض. النسخة الثانية بعد 4 أعوام أقيمت في إيطاليا، وتوجت بها البلد المضيف أيضا. مونديال 38 أقيم في فرنسا، وفازت به إيطاليا للمرة الثانية بعد توقف في نسختي 42 و46 بسبب الحرب العالمية الثانية. استضافت البرازيل بطولة عام 50، وتوجت بها أوروغواي للمرة الثانية. بعد 4 أعوام كان الموعد في سويسرا، وهي النسخة التي توجت بها ألمانيا بأول ألقابها. السويد استضافت مونديال 58، وتوجت بها البرازيل للمرة الأولى. مونديال 62 أقيم في تشيلي، وفازت به البرازيل أيضا. عام 66 استضافت إنجلترا النهائيات، وتوجت الدولة المضيفة بلقبها الوحيد. المكسيك استضافت بطولة عام 70، وتوجت بها البرازيل للمرة الثالثة في تاريخها. وفي عام 74 توجت ألمانيا باللقب على أرضها. الأرجنتين استضافت نسخة 78، وتوجت بها للمرة الأولى، فيما عادت إيطاليا للفوز بلقبها الثالث في نسخة إسبانيا عام 82. المكسيك استضافت المونديال عام 86، وتوجت به الأرجنتين هذه المرة، فيما حصلت ألمانيا على لقبها الثالث بنسخة إيطاليا عام 90. عام 94 استضافت الولايات المتحدة المونديال، وفاز بلقبه آنذاك المنتخب البرازيلي للمرة الرابعة، فيما أقيمت نسخة 98 في فرنسا للمرة الثانية، وفاز به منتخب الديوك للمرة الأولى بتاريخه. مونديال 2002 أقيم في قارة آسيا للمرة الأولى في كوريا الجنوبية واليابان، وتوجت به البرازيل للمرة الخامسة. وبعد 4 أعوام أقيمت البطولة في ألمانيا، وفازت بها إيطاليا للمرة الرابعة بتاريخها. في عام 2010 أقيم المونديال للمرة الأولى في القارة السمراء، واستضافته جنوب أفريقيا، وكان أول لقب لإسبانيا بتاريخها، فيما أقيمت نسخة 2014 في البرازيل، وحصلت فيه ألمانيا على لقبها الرابع.